للتعريف أكثر بجائزة نوبل التي تعد أحدى أشهر وأكبر الجوائز العالمية، تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة نجاة بوتفسوت. نجاة مرحبا بك. مرحبا بك عبد الله. إذا معك نتعرف أكثر على يعني هذه الجوائز العالمية. كما قلت جائزة مهمة لكن تثير الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة. عبد الله أهلا بكم. يرتبط اسم جائزة نوبل بألفريد إيمانويل نوبل، أحد أبرز الكيميائيين والمهندسين وصانع الأسلحة المبدعين، الذي ولد أواخر أكتوبر عام 1833 في ستوكهولم وسط عائلة يقال إنها فقيرة. في المرحلة الابتدائية ظهرت عليه علامات النبوغ في دراسة اللغات، حيث كان يتحدث بطلاقة اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية، وعمره لا يتجاوز 5 أعوام. نوبل الذي كان شغوفا بالأدب والشعر والكيمياء قام بمجموعة من الأبحاث العلمية مستفيدا من خبرة والده، ليكتشف خلالها كبسولة التفجير وطريقة جديدة لطلي الحديد، كما اخترع مادتي الجيلاتين الناسف والبالستيت وصنع مواد لتقوية الجلد والمطاط، قبل أن تنتشر مصانعه في عدد من دول العالم ويجني منها ثروة كبيرة. ظن نوبل أنه باكتشافاته يكون قد أسعد البشرية، لكنه عندما اكتشف بأن المتفجرات التي صنعها كانت سبب الكثير من الدمار والقتل خلال الحروب، أوصى عند وفاته بأن يخصص جزء كبير من ثروته لمنح جوائز سنوية لأكثر الأشخاص إفادة للبشرية في الفيزياء والكيمياء والاقتصاد والأدب، وقد أضيفت فيما بعد جائزة للسلام لتكريم من خدموا قضايا إنسانية. وبعد أن توفي في دجنبر 1896 نتيجة إصابته بمرض القلب، تردد ملك السويد حينها أوسكار الثاني في تسليم جائزة وطنية لغير السويديين، غير أنه سرعان ما سيتقبل الأمر اقتناعا منه بالإشعاع الدولي الذي ستمنحه الجائزة لبلاده. ومنذ 1902 يقوم ملك السويد بمنح الجائزة بنفسه في ستوكهولم، ما عدا جائزة نوبل للسلام التي تمنح في مدينة أوسلو. من بين الحاصلين على جائزة نوبل في السلام مثلا نيلسون مانديلا وباراك أوباما وياسر عرفات ونجيب محفوظ وأنور السادات. ورغم كونها من أشهر الجوائز ومن أكبرها قيمة مادية ومعنوية، إلا أن هناك من رفضها لأسباب مختلفة، كالكاتب والفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر الذي رفضها عام 64 لأنه ضد استلام الجوائز وحضور الحفلات الرسمية، ورئيس الحكومة الفيتنامي لو دوك تو الذي رفض تقاسم جائزة نوبل للسلام مع وزير الخارجية الأمريكي هنري كاسنجر عام 73. وبين المرحبين بالجائزة والرافضين لها هناك من يطالب بسحبها من أشخاص لا يستحقونها، لأن مواقفهم تتناقض مع أهداف جائزة نوبل والقانون الدولي، كرئيسة وزراء ميانمار أونغ سان سو تشي بسبب الجرائم البشعة ضد أقلية الروهينجا، والرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز بسبب الجرائم الممنهجة في حق الشعب الفلسطيني. شكرا على طيب المتابعة.